السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنعمل معاكم المعجون البلدي، علشان في ناس كتير سألت عليه. طبعا الأول حاجة بنجيب الغلة الحمص، في ناس كتير ما هيش عارفاها. هات مصطفى الكيس اللي ورا ده. ده يا جماعة الغلة الحمص اهيت، طبعا ناس كتير عارفاها وفي ناس ما اشتغلتش بيها اصلا او ما تعرفهاش. ماشي، هي بتبقى افضل في المعجون. طبعا هنسيحها، وبعد ما نسيحها هنصفيها عشان بيبقى فيها روايش. وبعدين ان شاء الله نحط بعد كده الزيت بتاعنا. طبعا الغلة الحمص ذات يا جماعة بتتعمل من عظم المواشي والحوافر بتاعتهم، وهي بصراحة يعني في المعجونة بتبقى ظبطها كويس جدا. وبتختلف طبعا عن الغلة البيضة كتير، حتى في وقت الجفاف بتاعها برضه هي بتبقى سريعة، ولو عملنا منها في النشارة زي المرة اللي عدت تنشف أسرع من البيضة. بس هي عيبها بقى طبعا لما بتكون في جو الشتاء ولا حاجة، بتحتاج ان انت كل شوية تحط لها مية سخنة او تسخنها، ولو سبتها مثلا يومين تلاتة وهي عليها مية او كده بتعمل فيها بكتيريا وتعفن. ده اللي خلى ناس كتير طبعا زهقت منها، ما عادش بتشتغل بيها. طبعا غير بقى المشقة في التسيح بتاعها وكده، لكن هي كشغل هي طبعا ممتازة جدا جدا، ومفيش لا قبلها ولا بعدها. طبعا هي لو صفينا بفردة شراب ولا حاجة هتبقى أسرع من المصفى ديت بتاعة كبسي، بس المصفى ديت طبعا الحرير اللي فيها ناعم جدا، فهو بيصفي أحسن من أي حاجة. هنوريكم حالا الروايش اللي طلعت منها، هتلاقيها كتيرة جدا عشان كده هي اتسدت. طبعا هي طلعت روايش اهيت، لان ديت بتبقى ناعمه جدا عشان خاطر تصفي الدوكو. بعد كده هنحط شويه زيت، زيت مغلي اي زيت، في عندك النجفه، فيه المفتاحين، فيه ابو ريش، زغلول، باكين، اي زيت مغلي يكون متوفر عندك عشان خاطر برضه ما نزهقكش وتقول مثلا ان انا مش لاقي النوعيه ديت او كده. في المعجون البلدي يا جماعة احنا بنضيف السوائل الاول ومنكترش الزيت، يعني الزيت مثلا حوالي 10% منكترش عن كده. تمام، في مية عندك؟ معلش املى ده. دايما بنحط السوائل الاول قبل البودرة وقبل الكلام ده كله. ده الزنك بتاعنا اهوت. طبعا اهم حاجة ان انت تختار الزنك بتاعك يكون نوعية نظيفة. الزنك بيكون طبعا فيه زي رطوبة كده، يعني لما تمسكه كده تلاقيه ماسك بعضه، لما بتيجي تنظف ايدك ما بينضفش. يعني عشان تعرف الزنك نظيف من المخشوش، شايفين الزنك ده دلوقتي مسك في ايديا ازاي؟ ما بينضفش، لازم تغسل ايدك بالمية. اما الزنك اللي هو مخشوش او يبقى عليه سبداج، ساعة ما بتسيبه بتلاقيه نزل من ايدك، وكمان لما تيجي تنظف ايدك كده بتلاقيه ما هوش ماسك في ايديك، بتلاقيه طلع.
كأنه ما فيش اي حاجة، لكن ده زي ما انتوا شايفين اهوت مسك في ايد الواحد اهوت، زي ما انتوا شايفين اهوت كله حتة واحدة ما بيسيبش بعضه لما بنضغط عليه كده. تاني حاجة بيمسك في ايديك ما بيطلعش. وطبعا في غش كتير في الزنك، لان كيلو الزنك النهاردة نضيف مثلا بيعمله 30 جنيه، كيلو السبداج مش هيعمله نص جنيه. فلو حط في كل شكارة مثلا 3 4 كيلو يعملوا معاها اكتر من 100 جنيه. فطبعا الغش فيه كتير يعني. قلنا هنحط برضو المية بتاعتنا. طبعا المية مش هقولك نسبة قد ايه، لان على حسب ما انت خفف الغرة بتاعتك. يعني لو الغرة انت اصلا عاملها تقيلة فطبعا هتحط ميه كتير. انت خفيت الغرة، انا طبعا خفيت الغرة في الاول علشان خاطر ان هي تنزل من المصفى. تمام كده احنا حطينا الغرة والزيت، هنحط بعد كده الزنك، وبعد كده هنحط السبداجة. طبعا دلوقتي بقى يا جماعة زي ما حطينا الزنك اهوت لازم ندوب الزنك كويس. ماشي، يا ريت يكون الصورة واضحة عندكم. واضحة طبعا. انا ممكن اقلب بايديا وكده يا جماعة، بس ايه يعني بفضل القلابة في اللي هنا عندي في الورشة بتاعتي، انما لو في الشغل هتقلب بايديك عادي. بس طبعا الزيت المغلي مع الزنك مع الديك بيبقى عامل ريحة، ولازم تغسل بإيريال بقى وكده. كده القلاية باينة. بعد كده بقى يا جماعة هنحط السبداجة. كده يا جماعة المعجونة بقت زي المرهة ما هي. بقت أنعم من المعجونة الجاهزة. نركن بقى القلابة لحد ما نغسلها. غض الباب ده يا مصطفى. وقف كده دقيقة.
كان في صلبة، وقفت بدأت. طبعا الأول يا جماعة قبل ما نسحب أي شغل سواء في الجدران أو في البدارة لازم أن تسوي السكينة اللي أنت شغال بيها الأول، حتى لو أنت سايبها نظيفة عشان برضو تبقى فيها إيه تجريح ما بيبانش معاك إلا لو أنت شغال. طبعا المعجونة زي ما احنا شايفينها اهيت، دي المعجونة اهيت زي المرهم. طبعا في ناس ممكن تعترض يقول لك انت بتسحب على اللحم كده، انا بصراحه بفضل ان انت تسحب على اللحم كده، لان لما بنيجي نسحب على السنتون المعجونه ما تمسكش في الخشب. لكن لو هو الشغل واخد سنتون خلاص هنعمله معجونه تانية وهنزود الزنك بتاعها شويه وتشتغل معاك عادي. طبعا لسه الشغل ده بعد ما يدوله السكينه ديت هنوضع عليه كمان سكينه. نيجي بقى للورق، الورق طبعا بيزهق صنايعيه كتير جدا. اول حاجه طبعا المعجونه بتبقى كده بتفردها انت على السكينه كده ماشي، وخلي الناحيه اللي هي الناحيه دي ما يبقاش فيها معجون كتير دايما. وبعدين بتيجي على الشيش، انت بتقدر المسافه اللي انت هتخش بيها بالورق، ما تخشش لحد الاخر عشان ما تعملش معاك ريش الناحية التانية. اهو الشيشة اهوت اسهل ما يمكن. حاول على قد ما تقدر السحبة في الشيش تبقى سحبة واحدة ما ترجعلهاش تاني. طبعا بتكون ضغط ناحية اخر الورق. بعد كده نرجع نجيب الناحية التانية، هناخد المعجون على النص اللي هو ده. طبعا دايما بيبقى هنا في فتحات في الشيش، فانت بقى هتكبسها بقى بالمعجون. برضو المرة دي هتخلي الضغط على بتاع صوابعك على الناحية اليمين. دايما صناعية كتير جدا بتهرب من الشيش من الورق ده، يمكن مش عايزين نقول مثلا نسبة كبيرة او مش عايزين نحددها، ما بيسحبوش الورق اصلا علشان خاطر ان هو بيزهقهم في السحب وان هو بياخد معاهم وقت في الصنفرة وكده. ولكن احنا هنشوف مع بعض اهوت، يعني انتوا شفتوا الورق اهوت الضلفة خلصت، يعني الحمد لله ما خدش دقيقة. يعني انا بالنسبة لي الشيش ده مزاج بحب اشتغل فيه، ناس تانية تهرب منه. وبعدين طبعا لما تمعجن نضيف برضو شغلك لما تيجي تصنفره مش هيزهقك، فانت تأسسه نضيف عشان خاطر لما تيجي تصنفر ما يزهقكش في الصنفرة. هتقول لي مثلا هو انت عم ابراهيم اللي هتصنفر بايديك ما فيه مساعدين وكده، هقول لك لا خلاص الكلام ده كان زمان بقى ايه ايام العز، دلوقتي احنا اللي بنصنفر نفسنا. والله يا عم مصطفى ما عادش فيه عمالة ولا عاد في اي حد، وكل الشباب اللي طالع دلوقتي مش عايز يشتغل، عايز الحاجة السريعة المكسب السريع. عامة حتى لو معاك حد هيشتغل وراك ما يدعيش عليك، يعني انت حتى لو فيه عيل مساعد هيشتغل وراك هو من الصنفرة وراك بيتعلم، يقول لك والله ده الراجل ده عمل شوية معجون مثلا في النجارة، احنا ما تعبناش في الصنفرة يا دوبك مشينا الصنفرة كده وخلاص. انما لو انت بقى سايب له روايش وكلاكع وكده هيبقى قرفان اصلا يشوف شكلك وقرفان ان هو يشتغل وراك. فطبعا انت لازما تستلم الشغل نضيف، تسلم نضيف في اي حاجة سواء بقى في جدران سواء في نجارة في اي حاجة. كده الورق بتاعنا خلص اهوت، الضلفة خلصت كلها ما خدش من اي حاجة. بعد كده بقى هنبص لو في فتحات مثلا او شيش زي كده برضو ايه هنقفل عليه.
هي دي اللي بتاخد ايه وقت شوية في الشيش. انما لو الشيش طبعا متقفل معاك نظيف ما انتش هتعمل الكلام ده. بالنسبه للمفصلات ما تربيش عليها معجون. انا عامه بدلها معجون واكويها زي ما هنشوفها برضو دلوقتي، تكويها على قد ما تقدر. طبعا الكعاب احنا عملناها قبل كده بالغرة زي ما شفناها هيت، وبنسيبها بقى تنشب براحتها. هتلاقي في فرشة ناشفة كده عندك نهوت بس. طبعا لازم تنضف كويس عشان المعجون ما يعزلش معاك. بالمناسبة يا جماعة انتوا شايفين اهوت مفيش حاجة معدية من هنا. دايما صناعية كتير لما تيجي تسحب الورق تبص من الناحية التانية تلاقي معجون كتير معد ورا كل ورق، وهو ده اللي بيزهق اي حد. انا هنا ساحب الورق كله اهوت ماشي، بس ما تعديش الناحية التانية. لكن المعجون يا جماعة بصراحة مفيش بعد كده. الناس بقى اللي بتحب تشتغل معجون جاهز، المعجونة ديت احنا لو ربينا منها حتة كبيرة مش هتزعلك في اي حاجة. المعجونة الجاهزة لو ربيت منها حتة كبيرة لازم هتفلق وتقع، عاجلا ام اجلا هتقع. بعد شهر بعد اتنين نهايتها في الاخر هتقع، على حسب طبعا نوع المعجون. اهو هي سحبة واحدة يا جماعة ما ترجع لهاش تاني. طبعا المعجونة لو مش مظبوطة معاك مش هتساعدك ان انت تعمل كده، ودايما تخلي ظهر السكينة بتاعتك نضيف اللي هو ده. دايما كل مرتين تلاتة تقوم سحب واحدة كده عشان تخلي ظهرها نضيف. ان شاء الله برضه هنظبط لكم شوية فيديوهات في الورشة بتاعتنا، ورشة الغلابة. ورشة الغلابة. فان شاء الله كل ما تيجي فرصة واحنا سهرانين كده مع بعض ايه نعمل لكم فيديو حلو. الا بقى لو انتوا بقى ما انتوش حابين ان احنا ننزل لكم بقى فيديوهات وكده. بنيجي بقى يا جماعة بعد كده على الفواصل وناخدها سكينة طول زي ما هي كده عشان لو القايم اعلى من الراس نساويه ببعضه. طبعا بعد كده الجناب بتاعتك احلى حاجة بقى يا جدعان في المعجونة ديت انت لو عاوز تسوق منها ما بتقعش ولا بتزعلك زي المعجون الجاهز. طبعا الكعب من فوق ومن تحت تاخده معاك علشان خاطر الكعب ده لو جه عليه الشتا وشرب مية
بيخلي الراس تفتح كلها من هنا. فدايما تهتم بالكعب فوق وتحت، ما تقولش ان ده ما هوش باين ومحدش هيشوفه. اما الضلفة تتظبط فوق وتحت تعيش معاك كتير. طبعا احنا بنشكر كل الناس اللي بتتابعنا والناس اللي بتحب تشوفنا، واحنا برضو بنحب نشوفهم، وبكون طبعا بكون سعيد جدا لما حد يتصل عليا ولاقي ان فيه نتيجة من الفيديوهات بتاعتنا، ولاقي يقول لي مثلا عملت زي ما انت قلت او كده، او ان انا استفدت منك باي معلومة. طبعا ممكن تعمل الحاجات دي بكاوتش عشان محدش برضو يعقب عليها، بس انا بحب ان انا اعملها بصبعي احسن. كده يا جماعة الضلفة خلصت اهيت من ناحية الاتنين. بعد كده هنوضع عليها سكينة كمان. ماشي كده يا جماعة الضلفة خلصت اهيت من ناحية الاتنين. الحمد لله الشغل نضيف، حتى لما انا اجي صنفر ما يزهقنيش، وان شاء الله لسه هنوضع عليها كمان سكينة وبعد كده هنصنفر. يعني ان شاء الله هنعمل لكم المراحل بتاعتها طول ما احنا شغالين. معلش كنا طولنا عليكم، بس الفيديو ده مهم جدا جدا لناس كتير، سواء فنيين او سواء ان هم ناس غاوية او ناس ما لهاش دعوة بالمجال بتاعنا، برضو هتستفاد حتى تبقى عارف الشغل يمشي ازاي او كده. تمام، بلاش يا جماعة المعجون الجاهز ابوس ايديكم عشان خاطر بيبوظ الدنيا وبيقشر بعد كده وبيفلق وبيكملش سنة بالظبط. زي ما قلنا لكم عملنا لكم المعجونة قدامكم عملي، واشتغلنا قدامكم الشغل اهوت. احاول برضه اعمل لكم على ضلفه تانية. اول حاجه طبعا بننضف التراب اللي فيها ده، المعجون يا جماعة. على فكرة في ناس برضو بتخلط جاهز على بلدي بس في غيرة بيضة، هي برضو شغالة مفيش مشكلة، ولكن انا برضو برجح الغيرة الحمص. الشيش يا جماعة احنا قلنا في ناس بتزهق منه، انا وريت لكم اهوت ازاي تشتغله. بتفرد معجونتك كده تمام، وتسيب الجزء ده يبقى فاضي شوية، هتسحب هتيجي الناحية التانية العكس، هتخلي المعجون بتاعك كده وتسيب الجزء ده فاضي. الزيت يا جماعة بيكون بنسبة بسيطة جدا عشان خاطر برضو الناس اللي هتقولك ازاي تحط زيت او كده. هو الزيت يا جماعة بيدي متانة للمعجونة، وبعدين هو مخصص لكده، وهو ده اللي اتعلمناه في الكتب. يعني احنا بنقولش الكلام ده مثلا هباء كده من دماغنا. انا راجل كنت في قسم زخرفة، وطبعا الناس اللي كانت في الزخرفة عارفة ان احنا دارسين الكلام ده، فلازم المعجونة هي دي مكوناتها، الغيرة والزيت والزنك والسبداك. طبعا غير الاسطوات علموه لنا كمان، يعني هو دي اصول الصنعة، اما غير كده بصراحة انا مش مقتنع بيها. والمعجونة دي تمشي معاك في الدوكو او تمشي معاك في اللاكيه. يعني احنا عندنا هنا حتة غويطة اهيت بنملاها، دي لو معجونة جاهزة ما ينفعش تملاها كده، بس طبعا عشان الخامات تتلعب فيها ما عادش زي زمان. وفيه دلوقتي الاجيال الجديده اللي طالعه ما شافتش المعجون البلدي اصلا، فمعذوره. يعني هو طلع مثلا بقاله 5 6 سنين في الصنعه او 7 سنين، فهو ما شافش المعجون البلدي، هو طلع على الجاهز على التكنولوجيا.
طبعا مهم طبعا انت تقفل الحاجات دي كلها، ما تسيبش اي حاجة. مش عايزين نعمل لحمية على الشيش يا جماعة، ما تفرحش ان انت تعمل طبقة معجون كبيرة على الشيش. الحمد لله الشيش يعتبر ما خدش اي طبقة. المعجون ده ما هو الا ان هو بيسد المسام بس، ويسد الحتت الغويطة، وبعد كده الدهان بقى يبقى وظيفته التنعيم وقفل مسام المعجون والخشب. ان شاء الله يا جماعة بعد الفيديو ده هتحبوا تشتغلوا في الشيش، والشيش ده بصراحة مزاج، شغل مزاج عالي. انا كنت دايما وانا بتعلم احب اشوف الصنايعي، في صنايعي يعني كان في دماغي بصراحة الله يرحمه، كنت احب اشوفه هو شغال في الشيش ده. وهو العلام بيجي كده، ان انت تبص اللي قدامك، مش انت تخش تشتغل على طول، لا بص والقط وتعلم وشوف هو شغال ازاي، شوف مسكته للسكينة عاملة ازاي. بعد كده اما تحس ان انت خلاص وصلت، ان انت بقيت مؤهل ان انت تمسك السكينة، يبقى هتمسك. شايفين الضلفة من هنا نضيفة اهيت، مفيش غير المعجون الزيادة اللي طالع هنا وهنا، لان طبعا دي بتبقى غويطة بين الورقة والرأس، تمام. اما الشيش كله طالع نضيفة اهو. اي فلسفة بقى يا جماعة او اي حد حابب يستظرف طبعا برضو على دماغي. والحمد لله الناس اللي معاه كلها ناس زي العسل وناس مية مية. ارفع بقى السنة كده، اظبط كده يا مصطفى، اظبط عليا اظبط عليا. وبكده يا جماعة اتمنى يكون الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم، ومعلش اذا كنا طولنا عليكم، بس دي حاجات اساسيات في الشغل كان لازم ان احنا نعملها، لان الواحد بيشوف بصراحة ناس كتير بتستسهل وتجيب معجون دايتون او تجيب اي معجونة، او في معجون طالع تبع سكيبو بيقولوا ان هو لشغل النجارة، ولكن انا طبعا اللي اتربيت عليه واللي اتعلمته في المدرسة وفي الكتب هو الشغل اللي انا عملته معاكم النهاردة ده، تمام. طبعا لو الشغل واخد معاك سنتين او كده هتزود بس الزنك شوية، هتمشي معاك المعجونة زي الفل. اما بقى شغل المعجون الفرنساوي او الكلام ده برضو كل حاجة وليها حاجة، يعني لكل مقام مقال. هيجي برضو دوره، وهنوري لك برضو معجون تلاكيه ازاي تتعمل، وهنوري لك ازاي ان يعني هتشوف ان شاء الله طريقة معجون تلاكيه غير اللي انت شفتها قبل كده، وهتعجبك جدا وهتلاقيها ماشية معاك زي الحلاوة. ان شاء الله هيجي لها دورها بإذن الله. ومعلش ان كنا طولنا عليكم مرة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.